النخيل والمزارع والبساتين، المياه والعيون العذبة، الأراضي الزراعية الغنية، كل هذه الطبيعة الأخاذة حاضرة في فضاءات المدينة المنورة التي اشتهرت على مر العصور بكثرة مزارعها وبساتينها التاريخية. طبعاً احنا عندنا في المدينة نتميز طبعاً بزراعة النخيل، وزراعة النخيل معروفة يعني في المدينة، وكذلك يعني تمر الروتانا معروف في مزارع المدينة الأشهر، والعجوة كذلك التي وصى عليها رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. تتميز المدينة المنورة بخصوبة أراضيها ووفرة مائها، ويشير بعض المؤرخين بأن طيبة الطيبة كانت تغطي جميع مساحاتها البساتين الخضراء. الزائر للمدينة المنورة سوف يلحظ اللون الأخضر في شوارعها وفي أماكنها المختلفة. والله شفت كذا بستان، يعني هاي نعمة، يعني نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أن أنا زرت هالأماكن. شفت كذا بستان، بس هني مكان وايد مريح، المدينة وايد تحسن دائما سنويا، ودائما أستشعر شيء أحسن، جمال غريب. الحين هذا شايفة ما أعرف شو أسوي، يعني أقول إن صج نعمة الحمد لله. كانت المدينة المنورة وما زالت تحلق بذلك الوهج الأخضر، حيث النخيل الباسقة التي تطاول السماء، والبساتين التي تغلف اتجاهاتها بالعذوبة والنقاء. تتميز المدينة المنورة ببساتينها الخضراء وغطائها الزراعي الكبير على مر العصور. محمد الحمادي، الإخبارية، المدينة المنورة.